السلام عليكم ورحمة الله، هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نكمل الجزء العاشر. نفتح الصناديق أول شيء، سبحان الله نفتحها. راح نكمل الجزء العاشر إن شاء الله من لعبة ريس ماستر. طبعا الكروت هاي كذا ما تريدينها، هذا يفيدني بدلة واخذ مكان حديد يطور بيه سيارتي. اكو تطوير، اشوف التطوير استغرب 600 ايه طورنا. نبدي على بركة الله. شابتر 10 خلصنا الآن 10 3 سباقات رئيسية. هنشوف السباقات الرئيسية. أول سباق بلاي ونبدي على بركة الله. فرضت باخر لحظة وفزت عليه ولا هذا يفوز عليه يستخدم السرعة، بس انا فرضت باخر لحظة. صاروخ ولا بلاي نروح السباق الثاني. مو ثلاث سباقات معروفين شايفين. شاحن ياخذ من برا. طبعا انا اقوى واحد فيهم إلى هذا يركزون عليه يعني. هذا السباق، السباق الثاني فزنا فيه، والسباق الثالث ريتس، نقول قيمهم، نقيم باقي نقيمهم، شايفين السباق الثالث ولا بلاي. ايضا فزنا بالسباق. الان راح نروح لسباق الدول الزوجي. فزنا بالسباق عليه
تحمل نفس الاستراحة. راح اروح لسباق مطارد الشرطة وبعدين بوس ونخلص الشابتر 10. 3 سباقات بيرسوت. استعجل باللعب وضعوا للنجوم الوقت. اكو وقت واكو نجوم. اعرف انت اغرب غرفتي. أنا أدري النجمة الخامسة الآن. وفزت عليهم. كيف؟ استطعت الهروب. السباق الثاني مع المطاردة مع الشرطة. شايفين خلصنا واحد ثاني. السباق الثاني مع الشرطة. وانتد مطلوب هنا.
الآن بالمرحلة الخامسة. وصلنا خذنا بالسباق. باقي سباق واحد مع المطاردة شرطة. ثالث سباق لا تشتروا الجوال إذا خلص منزلكم، طالعوا فيديو وإن شاء الله لا تشتغلون جوالنا. وطبعا جاي يضربون علي صواريخ وهذا عندي ريكفري يعني. سامي لا زال السباق قائم إن شاء الله نفوز فيه. دمرنا هذا الصواريخ وفزنا فيه. قطعنا الغرض من الشرطة. الآن بقى عندنا البوس، بس البوس شافي زين. وين خلص شابتر 10 نرجع وصندوق ذهبي إذا فزنا. هذا عنده درع خيف يدك الدرع.
كل شراء وفتنا الصباغ الأول فتحنا أشياء وايد. هذا صندوق وياكم قبل لا أنهي الحلقة. سيارات هذه استفيد منها أنا بدل لعب حديد وطور سيارتي. كان هذا القناة معكم اليوم حبايبي، أتمنى نشوفكم الضغط 11 إن شاء الله. ما قلت لكم نصمم على تقديم اللعبة هاي اللي يحب يتابعني هاي، وأشكركم إذا سووا لي لايك وسبسكرايب. ألقاكم في أمان الله.